أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وهذه فقرة التقارير. طبعا شفنا الشلل المروري اللي حصل امبارح، خصوصا بعد الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها مديرية أمن الجيزة ومعظم الأقسام، علشان طبعا زي ما شفنا في الأيام اللي فاتت التفجيرات اللي حصلت. واضح أن الناس تفهمت هذا الموضوع، وده اللي هنشوف تفاصيله حالا في هذا التقرير. مشاهدينا ابقوا معنا. تفجيرات وأعمال إرهابية، استهداف لمديريات الأمن وأقسام الشرطة، سقوط العديد من الأبرياء ضحية تلك العمليات الإرهابية، أمر جعل الأمن يعزز من تواجده ويكثف من إجراءاته الأمنية حول المقار الشرطية والمنشآت الحيوية، فأغلقت طرق عديدة ومحاور هي شريان الشارع المصري، ما تسبب في زحام وأزمات مرورية شديدة. أكيد التأثير بيبقى قوي جدا على الناس، وفي عطلة لمصالح الناس كتيرة جدا، من سواء من إغلاق الطرق أو إغلاق محطة زي محطة التحرير ومحطة الجيزة. يعني حضرتك التكدس اللي بيحصل حاليا في محطة شهداء سببه هو إغلاق محطة التحرير. هو إغلاق الطرق بيعمل لنا يعني تأخير عن المواعيد العمل. أول حاجة البلد مش هتتقدم بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. أنا واحد من الناس سائق راكن العربية وراجع طالع وراجع من مترو الوقت، يعني نزلت وسط البلد مترو ورجعت مترو، بس طبعا محطه المترو اللي مقفوله دي عامله ازمه جامد، وبعدين بتعمل تكدس محمد نجي وبتعمل تكدس في محطه حسني مبارك اللي هي الشهداء دي، فالمفروض ان يعني يشوفوا حل، الشرطه تشوف حل او هيئه المواصلات تشوف حل للازمه اللي احنا فيها دي. خلاص الدستور واستفتنا عليه، وخطاب الرئيس النهارده عدلي منصور كان خطاب جميل وما شاء الله يعني تمام، وربنا يولي من يصلح وجيب لنا السيسي كده وحكومه قويه مش حكومه الببلاوي وحكومه مرتعشه. النهارده عند مديريه امن الجيزه هي قافلين عندها خالص، مخلين شارع كبير زي كده اتجاه واحد. ليه اتجاه واحد؟ ما تحمي يا اخي المديريه، ما توقفش حد عندك، اللي رايح واللي جاي اتفضل الناس هتمشي. رايح مثلا مشوار وسط البلد بدل ما اخده في ساعه اخده في ساعتين، كل شويه اروح في شارع الاقي مقفول رايح حته كده، فيعني المفروض احنا شويه نفتحها والدنيا، والمظاهرات اللي عايز يعمل مظاهره يعمل على جنب عشان الناس تعرف تروح اشغالها والحاجات دي. رغم الزحام الشديد ومعاناة المصريين بشكل يومي في المواصلات، الا ان كثيرا منهم يتفهمون لتلك الاجراءات الامنية في غلق عدد من الشوارع ومحطات مترو الانفاق الرئيسية التي هي بالاساس لدواعي امنية. لك الطرق ومحطات المترو ده للدواعي الامنية، طالما هيحمينا احنا، لان احنا لو المحطات دي متقفلتش فاهمني، لان معظم المحطات دي يعني نقطة كبيرة أو التجمعات، لذلك الدواعي الأمنية هي شايفة إن ده صح، وطالما صح لينا وحفاظ علينا وعلى أولادنا إحنا ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده. هو مؤثر تأثير جامد في الزحمة وكده، وخصوصا في رمسيس لأن كله بيصب في رمسيس، لكن لدواعي أمنية هي مقفولة محطة السادات أو الجيزة، فإحنا نحترم الدواعي الأمنية لغاية ما ينتهي الوضع اللي إحنا فيه، لأن الوضع اللي إحنا فيه صعب ومحتاج ايد من حديد. دلوقتي انت كل يوم تصحى على تفجير، فلابد من ان هم يعملوا تعهد امني عشان يفتشوا اللي رايح واللي جاي، عشان ما يكونش فيه عربيه مفخخه او عربيه محمله بالمتفجرات، فده مهم جدا لمصلحه الدوله. ما هو لازم حضرتك دلوقتي في هناك مناطق حيويه وفنادق وفي مقرات وفي سفارات يعني السفارات الخارجيه، لازم الداخليه تحافظ عليه. إغلاق عدد من الطرق والميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة تسبب في أزمة مرورية طاحنة تضاف إلى الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد، فهل من مستجيب للمواطن المصري؟ أحمد مصطفى، قناة دريم. شكرا لك أحمد مصطفى على هذا التقرير. ويعني إذا تخلصنا من الإرهاب أكيد هنتخلص من حاجات كتيرة جدا، من أولها الزحام الشديد الناس يعني المواطنين كلهم بيعانوا منه. تقريرنا اللي جاي عن الورد. لغة الورود الحقيقة هي لغة عالمية، بتساعد في حاجات كتيرة جدا، مش التزيين فقط ولكن نفسيا. المشكلة ان محلات الورود في مصر هي محلات جميلة جدا، ولكن مع الأحداث السياسية ونفسية الناس اللي بقت يعني في حالة متردية جدا، خلت محلات الورود دي أيضا في حالة متردية من حيث المبيعات. نشوف التقرير.
صناعة الورد تعرضت لضربات كثيرة على مدى الأعوام الماضية، حيث انخفضت معدلات البيع والشراء بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، وقد تلقى أصحاب محلات الورد خسائر فادحة بعد عزوف كثير من المواطنين عن شراء الورود والأزهار. بالنسبة لمجال الزهور عامة هو تأثر من ساعة ثورة 25 يناير، لكن بالنسبة للفترة اللي بعد كده لما كل حال بلد ما بيستقر كل ما بتبدأ العمليات الزهر وتشتغل، تيجي أحداث مثلا العنف اللي في الشارع وكده بتأثر على كل المهنة، لأن في طبعا تأثير على السياحة وتأثير على وده شغلتنا دي أصلا مرتبطة بمجال السياحة عامة. فاستقرار البلد بيتم طبعا الشغل بطبيعة الحال، أي مجال في الدولة بيشتغل باستقرار البلد عامة عشان الحالة الاقتصادية العامة في البلد. وبعدين انت عارف ان بالذات الورد ده بيبقى يعني سلعة ترفيهية يعني مش أساسية، فطبعا الحالة الاقتصادية بتاعت البلد ما تسمحش دلوقتي بإقبال على الحاجات زي كده. طبعا مواسم ما فيش حد ليه نفس أساسا، عد علينا رأس السنة ما فيش أي نوع من أنواع الاحتفالات ولا إقبال على الأشجار والورود بتاعت الكريسمس وكده الخاصة بالسيزون دوك. فطبعا هي الحالة الاقتصادية عامة في كل المجالات، مش ما اعتقدش ان الورد بس. يعني انت معك قرش زيادة عايز تجامل بيه بتجامل بيه، انما عشان تجيب بيه اكل مش هينفع، يبقى هتفضل الاكل عن الورد. هو سوق دلوقتي خلاص الجو ابتدى مش زي الاول، مش زي زمان. كان زمان تبص تلاقي فيه حركة وفي ده وفي ده، كل بص تلاقي مثلا كنا شغالين سنه 5 4 3 صناعيه مثلا مع بعض ومعانا 6 صبيان، دلوقتي ما فيش غير واحد حتى ما فيش صبيان. رغم تأثر صناعة الورد بالأحداث السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، إلا أنه تباينت آراء المواطنين وتنوعت حول أهمية شراء الورود والاحتفاظ بهذه العادة في مناسبات عديدة تمر علينا. ظروف البلد ملهاش دعوة، دي مشاعر ودي إحساس. الورد ده بيصفي كل حاجة، ممكن اتنين متخاصمين بيصالحوا بعض بوردة، الزوج بيصالح مراته بوردة، حتى في الواتساب دلوقتي بنبعت لبعض ورد كتهنئة كأي حاجة. بالعكس ده شعور جميل. أقول لك في ناس ممكن تستخسر دلوقتي تمن الورد لأن بقى غالي طبعا كيلو وردة أو كده، لكن أنا بالنسبة لي لا، أنا ما أحب أهاجي أي حد بهاجي بورد. يعني الواحد يشتري الورد دلوقتي لإيه؟ يعني البلد زي ما انت حضرتك شايف كده حالتها ما فيش، الناس كلها تعبانه نفسيا من الاوضاع ومن الاحوال، فالناس مش بتفكر خالص في موضوع الورد ده دلوقتي. لما ربنا سبحانه وتعالى يهدي الحال كده والولد نشوف البلد هتوصل لايه نبقى نجيب ورد. اي حد اللي عايز يقدم ده ورد هيقدم ورد، يعني برضو الورد شغال. محلات واكشاك الورود لم تعد تمتلئ بالانواع المختلفه والجميله من الازهار المحليه والمستورده، واصابت حركه البيع والشراء حاله من الركود، وربما المزاج المصري العام تاثر بالاضطرابات التي شهدها على مدى اكثر من 3 اعوام، فتراجع الاهتمام بالورود مقارنه بالماضي، فكانت الازهار بالوانها ورائحتها المبهجه تمثل عنصرا اساسيا في حياة كثير من المصريين. يعني إذا كانت الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في البلد مخلينا ما نشوفش أي حاجة جميلة، فإحنا رايحين ناحية كارثة. لازم إحنا نحاول إن إحنا يعني نستشعر ونبحث عن الجمال، يمكن الحل يتصلح. بعد الفاصل فقرتنا الرئيسية لهذا اليوم مشاهدينا، أحوال الناس وهل تعيد الانتخابات الرئاسية الاستقرار المفقود لمصر وأشياء أخرى. ابقوا معنا.